من الموصل ينضم إلينا أيضا مراسلنا محمد سالم. أهلا بك محمد. يعني محمد، هناك حملات أطلقها ناشطون في عموم البلاد للتبرع بالدم لضحايا فاجعة الناصرية، كما تبعنا قبل قليل أداء صلاة الغائب في جامعة الموصل. يعني ما الموقف تحديدا في نينوى؟ حدثنا أكثر. نعم، شكرا جزيلا. اليوم جميع أهالي محافظة نينوى بكافة أطيافها ومكوناتها متضامنين مع أبناء الناصرية وذي قار في الفاجعة التي حلت عليهم. اليوم نينوى بدأت الاستعدادات بناشطيها لإرسال مساعدات وتقديم ما يمكن تقديمه لأهالي ذي قار، كما كان يقدم شباب نينوى للمتظاهرين في مختلف محافظات العراق، في بغداد ومحافظات أخرى. نعم، اليوم يعني مع وقوع هذه الفاجعة في ذي قار، اليوم نينوى تشهد استنفارات كبيرة. هنالك يعني اتفاق حديث بين دائرة صحة نينوى ومديرية الدفاع المدني على نشر سيارات إطفاء وفرق إطفاء بالقرب من المستشفيات. يعني اليوم جميع أهالي محافظة نينوى يتوقعون أن تشهد المحافظة كما يعني فاجعة كالتي شهدتها محافظة ذي قار، وذلك نتيجة لأن أغلب المستشفيات في محافظة نينوى هي مستشفيات كرفانية أنشئت ليس بمادة يعني قابلة للاشتعال، وإنما بمواد مساعدة على الاشتعال. هذه المستشفيات اليوم تفتقر لأبسط إجراءات السلامة والوقاية وإجراءات الدفاع المدني، وبالتالي هي معرضة في أي لحظة للحريق، وهي يعني تعتبر الآن قنابل موقوتة. نعم، يعني وزارة الصحة قبل الفترة خاطبت دائرة صحة نينوى لإيقاف استخدام هذه المستشفيات، وردت عليها دائرة صحة نينوى بأنها لا تستطيع إيقاف التعامل واستخدام هذه المستشفيات لأنها لا تمتلك بدائل، وبالتالي أصبحت هذه المستشفيات أمر واقع. والآن هنالك خطوات وإجراءات لمنع وقوع أي حادث والتقليل من الزخم الموجود في هذه المستشفيات، يعني وصولا إلى ربما يعني عدم استخدامها أو إنهاء استخدامها. نعم، مراسلنا من الموصل محمد سالم، شكرا جزيلا لوجودك معنا.